مرحبا، معكم تلفزيون السوفا. لقد قمنا برحلة جميلة جدا في قرية غاريبجي، وسوف نعرفكم عن كاشف البروتون إليك ديتكتور. دعونا نذهب إلى الحقل للحصول على معلومات حول الكاشف. في المنطقة فوق نحن 600 متر قريب. شغل النظرة على الخارطة، الهدف بين 20 متر لقدام. يلا مشو تروح لهونك. بق 12 متر، يلا تنجر مقدام صورة. تنجر هالميلخ، تنجر على هونخ.
تعاو توصل أشيت الجهاز، يلزم جي بي سي يكون مفتوح. تنخلي بالنا لهوني، هو جل معدنيات يبينون الإشارة أكثر من 29,000. هون نخفي أكثر فارغ، وي تعاو تنزل على الشاشة. كيف انشاز هوني؟ في المحلول يعطي موزع فارغ، جوا يروي صوبكي 5 أمتار بعيد. تعاو نتقرب شوية لخ، الإشارة فاتت 29,000، سمك الحي قريب 5 أمتار. كثير كويس جرينا. هون الإشارة عليا، في هون قطيات من حديد، هون كمل بعدك وتتعمر، وكمل في هون باب قريب القطعة. تاخذ الكاشف، في هون كراميدات، الجهاز يروي إذا ما في ماي في المنطقة. لقد قمنا اليوم في الحقل بتجربة كاشف البروتون بروتون إليك، فما الذي يميزه عن غيره من المنتجات؟ في الوش المجدد في مودملخ، في 5 شكل سنسورات، في استشعار حراري،
الإلكترومغناطيك قارئ المرحلة، الأشعة تحت الحمرة سنسور، استشعار نقلي المستشعر، تسايع السيارة. انتيق نشوف هوني وقت نسوق السيارة تنرى الجسمات بعد لنشوفهم كلهم. لماذا نختار منتج بروتون إليك؟ 6. باراجراف. البروتون الإليك تصحصح تقفي وتروي أين لأنتن، مو يتقفى كما هذا الجهاز في الدنيا. وثاني لخ بق تختوري خريطة الجوجل لخ. 100% من المنتجات المحلية يمكن أن تصلك إذا رغبت في الوصول لهذا المنتج. إيه، جهازنا من 100% أهلي، والمهندسين اللي تراك سووه اللي يردون تيصلون لنا يتقون يدخلون لل www.assuadetector.com لا يتقون يدورون علينا في هاي الرقمات 444-0259. هل يمكن أن تخبرنا عن تحميل واستخدام كاشف بروتون إليك؟
ركبه واستعمل بروتون إليك كثير خفيف. في نوعية سنسور وحده للركيب. نركب البطارية على ظهرنا وفينا كمبيوتر نفتح البرمجيات بعد نشوفه. ما هي ميزات كاشف بروتون إليك كونه منتجا محليا؟ نحن شركة نخرج الجهازات نحن، يعني فينا خدمات وبارشيات فضولي. في غير هاي الحال انطيق ناخذ الجهازات ارخص، وشيات البروتون اليك كلهم في تركيا يتعمروا. اليوم كنا في قرية جابريتش التابعة لتلفزيون اسوفا. نراكم في الفصل الثاني. الى اللقاء.